بنلاقي صعوبة أوقات عم قول مش دايما بالدخول للضاحية الجنوبية، أوقات بنلاقي صعوبة بالوصول للحدود مع لبنان الشمالية. عندك مثلا الطريق الجديدة، عندك بطرابلس، والدليل انه اللي صار بفريق نيو تي في وقت كانوا عم ينقلوا مباشر وتكسر الاس ان جي وحوصر الفريق واطلق النار عليه، يعني كان مستهدف. وعندك هلا الحادثه الاخيره يعني اللي صارت مع زميلنا الشهيد علي شعبان على الحدود السوريه. حسب اللحظه السياسيه وحسب التطورات ممكن انه نمنع من دخول اي منطقه او انه تفتح ابواب كل المناطق بوجهنا. التحدي امام الصحافه المكتوبه هو اقل من التلفزيونات، لانه حضرتك بتحملي الميكرو وعليه اللوجو. نحن عمليا الصحفيين وقت بينزلوا على الارض ما بتبين هويتهم كثير الا اذا كانوا بيعرفون الاشخاص. يعني الصحافي بالجديد بيمرق يعني مثل الجيش، كيف في معمودية نار الكل لازم يمرق فيها، الصحافي بالجديد كمان نفس الشيء، في معمودية صحافة. يعني بنبعث على نفس المنطقة أشخاص من نفس الانتماء السياسي والطائفي والمذهبي حتى ما يكونوا غرباء، حتى يقدروا فعلا يحكوا مع الناس بطريقة أسهل. بلبنان بدي أحكي بشكل عام، إقلال الصحفيين المتخصصين بملفات معينة، ولكن نحن مثلنا مثل غيرنا منعوض عن عدم التخصص بالخبرة. الـ LBC لا تحسب على فريق سياسي معين، ولكن بعض الأطراف عندهم أفكار مسبقة. نحن محطة ثابتة بمطرحها، مثل ما هي ثابتة بمطرحها ثابتة بموقفها كمان، فاللي بيقرب منا بيعتبر انه هو بيلاقينا بالمواقف، واللي بيكون بعيد عنا بيعتبر انه منه يعني ما بنمثل شيء بالنسبة له. اذا تلفزيون المستقبل تنفترض بده يغطي منطقة في حضور لتيار المستقبل فيها، رح يكون بحس حاله عم يشتغل ببيئته. نفس الشيء بالنسبة للأو تي في، إذا عم بيغطي بمنطقة في حضور للتيار أو عم بيغطي بمنطقة حلفاء للتيار بحس بسهولة أكثر ما بنحس نحن. بظروفنا الحالية اللوجو ما بيحمي، اللوجو بعرضك للاضطهاد إذا فنتي أنت على منطقة خصم يعني بالمعنى السياسي. ما فينا نقول إنه في شيء أمن لنا الحماية 100%، لأنه في فوضى كتير بالبلد وفي مشاكل أمنية كل يوم بتصير. ممكن يعني تكوني أنت رايحة تصوري ريبورتاج اجتماعي وطولع مشكلة بأي شارع بأي لحظة. لنوصل لمطرح إنه ما يكون في صحافة فشت خلق لأي طرف من الأطراف، أو إنه يكون شماعة بتتعلق عليه ذنوب كل السياسيين، أو إنه يكون هدف سهل بالأحداث الأمنية. إن شاء الله نقدر نوصل لمطرح إنه نحمي حالنا طالما ما في حدا عم يحمينا. حماية المؤسسات الإعلامية لازم تكون بإطار قانوني ونقابي، والحماية تشمل المؤسسات والموظفين، لأنه المؤسسات والموظفين هن جسم واحد.